السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو نزلته، واسفة قوي على التأخير. بقالي يومين ما بنزلش فيديوهات، والفيديو ده كان بتاع امبارح، المفروض كان انزل لكم امبارح الخميس، بس لظرف ما كده ما عرفتش امنتجه وانزله لكم. فبتشوفوه ان شاء الله النهاردة. هنعمل مع بعض كده فيديو النهاردة، خفيف كده وحلو وفيه كل حاجة انتوا بتحبوها. وقبل ما نبدا الفيديو بقى، ما تنسينيش باللايك، ولو لسه اول مره بتشوفيني تنوريني بالاشتراك من علامه الاشتراك تحت باللون الاحمر علشان يوصلك مني كل جديد وتشوفيني على طول. اول حاجه كده عملتها في الفيديو، زي ما انتم شفتوا انا عملت شاي بلبن وهاخد جنبه كده بقسماط. ما كانش ليا نفسي افطر فطار كده الحاجات السندوتشات والحاجات دي، وكمان تغيير يعني عن المعتاد. وكان بقى عندي البلكونه المهجوره في المنظر اللي انتوا شايفينه ده، كنت حاطه فيها السجاد من اخر مره كنت عامله معاكم تنفيضه في الريسبشن. والمفروض السجاد زي ما انتوا عارفين عايز يتغسل، وانا كنت سايباه في البلكونه لحد ما كانت الكذا نوى اللي ورا بعض دول كده يعدوا، علشان طبعا لما يتغسل ينشف كده والشمس تيجي عليه وتبقى ريحته حلوه. طبعا اليومين اللي احنا فيهم دول الجو كويس، لسه في نوى جايه يعني بس مش دلوقتي، فقلت يلحق يتغسل. هو انا صراحه مش هوديه دراي كلين، ماما بقى ربنا يديها الصحه كده وقالت لي يعني هاتيه وهنغسله عندها وكده عشان انا ما عنديش مكان. فكنت بشيل بقى كده كل حاجه في البلكونه علشان بقى اعمل كده للبلكونه برضو تنظيفه محترمه، بقى لي ياما كده ما دخلتهاش يعني وعملت فيها تنظيفه كده ومسحتش الارض بتاعتها. هشيل بس كده السجاد علشان دلوقتي هنزله. وهنعمل بقى مع بعض دلوقتي البلكونه. اول حاجة عملتها خالص شلت التراب، بشيل كده التراب من فوق لتحت زي ما انتم متعودين معايا، السقف كده بزعفه بتاع البلكونة. طبعا هي اكتر حاجة بتكون اكتر مكان معرض للتراب بتاع الشارع هي البلكونة، فلازم كده نمشي على السقف بتاعها بالزعافة. زعفتها، وكمان الاجزاء بتاعت الجبس دي دخلت جواها برضو كده الزعافة، الشعر اللي فيها ده ناعم، فلما بدخله كده جوه الاجزاء الجبس دي بيطلع كل حاجة من جواها. وبدات كده بقى امشي برضو بيها على الحيطه، ونزلت كده كل التراب، وده كده التراب اللي كان عندي في البلكونه على الارض يعني، وكده بكنسه معاكم وهشيله دلوقتي وهتشوفوا بقى هنكمل نعمل ايه. وطبعا البلكونه المهجوره ليه؟ علشان زي ما انتم شايفين الدرفه دي من ساعه ما باظت انا ما عملتهاش، وكمان خلاص بقى الزرع اللي فيها مات، وصراحه ما بقتش احب ادخلها كده زي الاول، كنت بحبها جدا وكنت عامله كده فيها جو حلو، مش عارفه بقى ايه اللي حصل كده، فجاه قفلت منها خالص، ما بقيتش بدخلها غير على الغسيل وبس. كمان برضو ايام الشتاء الصعب ده يعني الواحد لو وقف فيها شوية مثلا 5 دقايق كده ولا حاجة ممكن يقع يطير مع الحاجة اللي بتطير. بس كده بقى بشيل التراب بالجاروف ده. ودلوقتي بقى جبت الفوطة دي نظيفة طبعا، غسلتها وحطيت فيها كده شوية ديتول على شوية برسيل جل. وبعد كده بقى بمشي على الحبال بيعقمها، ولو في طبعا اي تراب كده بيتشال، علشان انا كنت حاطه دوره غسيل في الغساله برضو هنشر معاكم واغسل معاكم دلوقتي المفارش برضو الفرو اللي عندي. النجيله دي انا كنت غسلاها كده من حوالي اسبوع وكنت سايباها في البلكونه، طبعا نشفت واخدت راحتها وكمان لم التراب يعني، فكنت بشيل كده من عليها التراب وبرضو ومشيت عليها بالفوطه دي. طبعا غسلت الفوطه وجبت بقى كده الباب ده معايا برضو بشيل من عليه اي تراب من جوه، انا كده كده بلمعه بالجلانس بس بحب الاول اشيل التراب اللي عليه بالفوطه دي. جبت بقى كده الموب بتاعي وهمشي بقى على الارض برضو هلمحها، حاطه فيها ديتول، وزي ما انتم عارفين الديتول انا بستخدمه للبلكونه وللسلم، ما بعرفش استخدمه جوه الشقه عشان ريحته بتضايقني جدا. حطيت ديتول وشويه من الجنرال بتاع الارضيات وبمشي بقى كده عليها. بتعقم طبعا البلكونه كده، والريحه برضو بتاعتها بتبقى حلوه يعني، تحت النجيله كده بتفضل الريحه حلوه وريحه البلكونه كده بتبقى ريحتها نظافه يعني. طبعا الموب مش بتنشف بنسبه 100% ولا حتى 90%، بتبقى كده محتاجه وقت شويه علشان تنشف، فانا بجيب فوطه تانية وبمشي بقى على الارض كده بفوطه طبعا نظيفه وناشفه، بمشي عليها لحد ما بتنشف خالص، بعد كده بروح جايه فرشه النجيله عندي. دخلت بقى هنا كده في التويلت، جبت الطبق ده حطيت فيه ميه وحطيت فيه شويه اوكسي اللي هو بتاع الغسيل اللي هو اليدوي ده، وحطيت عليهم شويه فانيش بس كده، مش هحط حاجه تانية. هجيب بقى كده كل المفارش الفرو اللي عندي اللي انا كنت مطلعاها من الدولاب لو فاكرين، كنت سايباها كده بقى قلت لحد كمان ما اجيب المسحوق اللي هو بتاع الغسيل اليدوي ده عشان كان خلصان من عندي. وكمان ما بحبش اغسل اي حاجه على ايديا غير وانا ليا مزاج يعني، ما بعرفش كده كروت حاجه واحب اغسلها كده
يعني اديها وقتها واحس ان الحاجه كده نضفت وخلاص وبقت زي الفل. بنقعها الاول شويه بميه سخنه، انا هنا فاتحه الميه السخنه، وما تخافوش هي مش بتاثر على الشعر ولا حاجه، الميه مش سخنه قوي يعني، بس علشان لو في بقع او حاجه تسهل ان هي تطلع معايا بسهوله. كده كده احنا حاطين فانيش وحاطين المسحوق برضو بيرغي كويس، والميه السخنه بتساعد ان لو في بقع او التراب يفك من النسيج بسرعه. وغسلتهم كده كويس وشطفتهم، وهنا بقى بنشرهم، والدورة بتاعت الغسيل اللي كنت حاطاها في الغسالة كمان خلصت، هنشرها برضو معاكم. وبشارككم اهو الفقرة بتاعت تنشير الغسيل عشان ناس كتير طلبتها مني، قالت لي انتي بطلتي تعمليها ليه، واحنا بنتشجع بيها دايما يعني. بجيب لكم كده الدورة وانا بحطها جوه الغسالة وبعملها، ولما بتطلع بنشرها كده مع نفسي. فحبيت النهارده يكون في اختلاف وشارككم كده الفقرة اللي انتوا بتحبوها دي. هنغسل مواعين مع بعض كمان وهنعمل اكل. بصوا هظبطكم. لو وصلتي معايا لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك، ما تنسيش تحطي لي لايك وتكملي الفيديو. دي بقى كده كانت هدوم برضو عادية كنت حطاها في الغسالة، هدوم قصدي خروج، وفيها برضو كام حاجة كده يعني بيتي. بس انا لما بحط هدوم خروج في الغسالة يعني مؤخرا بقيت بحط في الغسالة، بقيت بعملها على الدورة الخفيفة خالص. هي اصلا كده كده الهدوم بتبقى نظيفة يعني، احنا مجرد ما بنيجي من بره خلاص هي الطقم اللي احنا لبسناه ما بنلبسوش تاني، فعشان كده الهدوم بتكون نظيفة مطرح بس ما نزلنا بيه والشارع وكده. فبعمله على دورة خفيفة، هو ما بيبقاش فيه بقع، ما بيبقاش فيه حاجة، بيبقى بس محتاج ان هو تتشطف كده. فبحطها على الدورة اللي هي بتاعت الربع ساعة، وكان برضو عندي كده كام حاجة بيتي حطيتها معاها، ودي كده كانت الدورة بتاعت الغسيل اللي انا كنت عاملاها، والمفارش اللي انا غسلتها معاكم اهي قدام. وكده خلاص خلصت بقى في البلكونة خالص، البلكونة بقت معايا زي الفل اهي، وكمان نشرت الغسيل وخلصت كده اللي عليا في اليوم ده. انا اليوم ده كانت عندي السرير جوه نظيفة، وكانت انا كده كده كنت مغيرة معاكم الفرش، وكنت عاملة تنظيفات عميقة كده في الأوض، كانت بس السراير محتاجة تترتب فرتبتها وخلاص كده، ما كانش عندي اي حاجة تانية اعملها غير الغداء. وكالعادة انتوا دايما بتقولولي شاركي معانا افكار جديدة للغداء وافكار مختلفة. اول مرة هعمل معاكم الطريقة دي كده في صينية، هي المفروض كانت هتبقى صينية بطاطس بس قلبت مني كده صينية خضار، كان عندي خضار في التلاجة فحاولت كده يعني ابدع بقى كده في الصينية دي، وكمان علي القيمة الغذائية بتاعتها. كان عندي كوسة صراحة، وكان عندي فلفل الوان، وكان عندي جزر، وكان عندي بطاطس، كان عندي خضار كتير يعني، خليني اعمل يعني طاجن خضار او صينية خضار كده حلوة. وكمان كان عندي اجنحة في الفريزر فكنت مطلعاها تفك، هي مش كتير، هم حوالي 5 اجنحة بس، بس برضو يعني يدوا طعم كده للصينية. ودي فكرة برضو، فكرة غدا لو انتي بتحبي الاجنحة. انا بحب الاجنحة جدا بس مش بشتريها لوحدها، انا باخدها كده من الفراخ اللي انا بجيبها، لو بخليها او بعمل فيها اي حاجة مثلا مش محتاجة فيها الجزء اللي هو بتاع الجناح ده فبشيلها عندي. فطلعتها صراحة قلت بقى استغلها كده في الصينية دي، هتدي طعم حلو قوي، وجربوها هتعجبكم بإذن الله. بصوا بقى انا قطعت كده كوسة وقطعت جزر زي ما انتم شايفين، وكان عندي كده نص قرن من الفلفل الالوان، ده كان متبقى انا كده كده عندي في الفريزر فهكمل منه. وجبت 3 بطاطسات عشان احنا بنحب البطاطس كتير، وبعد كده جبت بصل وجبت طماطم وجبت فلفل، ودي كده هتبقى الصينية بتاعتي. مش هبهرها ببهارات كتير، انا عايزة طعم الخضار هو اللي يبان عندي. وعايزة اقول لكم بقى طعم الخضار في الصينية دي كده روعة، ده مختلف تماما عن التورلي اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده اللي هو في الحلة ده على النار، ده بقى مختلف شوية. انا كنت عايزة اعمله كده في توجن بايركس وكنت عايزة ادخله الفرن، بس انا ما كانش عندي وقت، فكنت قلت هسويه على الاول على النار على البوتاجاز وبعد كده هدخله في الفرن ياخد كده ريحة الفرن والوش يعني الاجنحة تتحمر برضو والخضار كده ياخد لون. فعشان كده طبعا ما ينفعش احط التوجن البايركس على النار مباشرة، فطلعت كده الصينية دي هسوي كده الخضار فيها 3 ارباع سوا على النار زي ما انتوا هتشوفوا معايا، وبعد كده هدخله الفرن. هو برضو يعتبر اللي احنا بنعمله ده تورلي، بس الفرق بقى ان هو بالاجنحة، يعني طعمه حلو جدا ومميز جدا، جربوه هيعجبكم. عايزه برضو اقول لكم كمان على الفيديو اللي كنت عاملاه معاكم للكشري المصري، عجب ناس كتير جدا وناس كتير جربته، هسيب لكم دلوقتي الكومنتات بتاعتهم. بجد بكون مبسوطه جدا جدا وفي قمه السعاده كده لما بعمل لكم وصفه مش شرط تكون جديده، يعني مش بشارككم حاجات جديده بس بعملها مثلا على طريقتي،
وبتعجبكم بتجربوها وبتعجبكم وبتقولوا لي رأيكم فيها، بجد بكون مبسوطة جدا جدا. وبتشجعوني ان انا اعمل معاكم وصفات كتير حتى لو حاجات كده سهلة، واصلا انا دايما بحب يعني الحاجة تكون مفيدة وفي نفس الوقت سهلة ما بتاخدش وقت. وبرضه هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع الكشري تحت في التعليق المثبت بتاع الفيديو ده وفي صندوق الوصف، عشان لو ما كانش في حد شافه وعايز يجربه برضه بالطريقة اللي انا كنت عاملاه بيها، ان شاء الله برضه هتعجبكم جدا. وهستنيكم تجربوا الطريقة دي للوصفة دي وتقولوا لي رأيكم. بصوا بقى عشان الكلام خدنا هقول لكم انا حطيت ايه. حطيت ملح وفلفل اسود وسبع بهارات، وحطيت رشة بابريكا ورشة كزبرة ناشفة، ورقتين لورا، وحطيت كمان كام كده حباية من الكوبيبة الصيني، وهنا حطيت رشة زيت ذرة على الوش، محطيتش سمنة ومش هحط سمنة، هو زيت ذرة بس كده علشان تكون خفيفة ويدي كده لمعة للخضار عندي. دي البهارات اللي انا حطيتها، هي مش كتير، انا حاطة من كل حاجة رشة بسيطة خالص بس علشان ريحة الخضار كده وهو بيستوي برضو تكون حلوة ويفتح النفس كده. هنا زودت معاكم شوية كده من الفلفل الألوان اللي كان متقطع عندي في الفريزر، وهجيب بقى هنا كده المفروض بقى بنحط مثلا عصير طماطم لو عندك فريش، بس أنا ما كانش عندي فهحط كده صلصة. دول كانوا آخر حبة في العلبة، وباقي العلبة اللي في العلبة ده كده جوه ماسك، أنا مش هرميه، أنا هستخدمه دلوقتي للأجنحة. حطيت عليه شوية زيت بفكهم كده، وحطيت رشة ملح وفلفل أسمر، وهحط عليهم كده معلقة من دبس الرمان، ودبس الرمان حلو جدا جدا مع الفراخ، بيديها كده تسكيرة وبيخليها كده جوسي من جوه، لونها حلو قوي. هقلبهم بقى كده مع بعض كويس قوي، وهنزل بقى بالخلطة دي على الأجنحة. هم مش كتير زي ما قلت لكم، هم حوالي معلقة صلصة كده بس بالبهارات اللي أنا قلت لكم عليها وبدبس الرمان، فبتفرق جدا جدا في طعم الفراخ أو طعم الأجنحة. برضو دبس الرمان ده لما بيتحط على ورق العنب بيديله طعم حلو جدا. هقلب بقى كده دلوقتي الخلطة دي في الأجنحة وهسيبها على جنب عشان أقلب الخضار ده معايا في معلقتين الصلصة اللي أنا حطيتهم، لأن هو على النار هو مش هيتقلب علشان أنا هحط فوق منه الأجنحة. كده الخضار عندي جاهز متبهر، وكمان حطله الصلصة، أنا ما بحط لهوش مية خالص، أنا بسويه بالمية اللي بتنزل من الخضار، بيكون صحي اكتر وبيكون طعمه كمان احلى. هجيب بقى كده الاجنحة وهحطها كده على الوش، وكده الصينية عندي جاهزة. اهم حاجة تقفلي عليها بغطا محكم علشان البخار اللي عندك بيطلع من الخضار ده ما يتبخرش ويطلع بره وتلاقي الخضار عندك ناشف ومش مستوي. كده الصينية بتاعتي جاهزة، شايفين بقى شكلها ما شاء الله والألوان فيها حلوة جدا، وعايزة أقول لكم القيمة الغذائية بتاعتها عالية قوي قوي. كمان يعني اهتمي بقى ان انتي مثلا لو عندك أطفال لسه صغيرين تعملي لهم الوصفات اللي هي مليانة خضار دي، بتكون كلها قيمة غذائية وفايدة حلوة جدا. كمان الألوان يعني الأطفال بتحب الألوان الكتير في الأكل، فهي كلها ألوان كده، الخضار كله ألوان وفي نفس الوقت الطعم بتاعه حلو قوي. لو عندك اطفال صغيرين ما تحطيش فيه القرن الفلفل الحامي اللي انا حطيت، لان هو بيخليه سبايسي قوي، اكتفي بس بالفلفل الاخضر اللي هو الكوبي، بيديها طعم حلو برضو. وهنا عملت معاكم شوية رز، طبعا هو الرز مش مستاهل اي حاجة، انا عملته معاكم كتير قبل كده وريتكم، بس ان انا عملت جنبه كده شوية رز. وتعالوا بقى نغسل المواعين، الفقرة اللي انتوا بتحبوها وبتعشقوها. انا كان اليوم ده المطبخ عندي نظيف، دي المواعين بس اللي طلعت عندي مطرح ما جهزت الغدا. عايزاكم كمان تقولولي حابين نعمل ايه وصفات مع بعض، اكتبولي تحت في الكومنتات، برضو ان شاء الله بعملها معاكم. البيتزا طلبت مني كتير وهعملها ان شاء الله في اقرب فرصة، هعملها لكم، انا مش ناسيه، والناس اللي طلبت مني البيتزا والله انا مش ناسيه ولا بتجاهل خالص، بس انا يعني مش لاقيه لها الوقت المناسب اللي انا اعملها فيه. فان شاء الله يعني في روتين قريب كده هشارككم البيتزا برضو بطريقتي، هوريها لكم بتتعمل ازاي وان شاء الله تعجبكم. بصوا بقى، كان في متابعة سألاني على القطة، كانت عايزة تعرف اسمها ايه، وكانت عايزة تعرف بتاكل ايه وليه مش بطلعها معايا في الفيديوهات. برضو السؤال ده بيكرر كتير جدا، فحبيت ان انا ارد عليه. اولا هي بنوتة مش ولد، عشان في ناس بتفكرها ان هي ولد، هي بنت واسمها بسكوتة، وبتاكل دراي فود عادي، وبتاكل سمك، وبتاكل اكل بيتي. السمك مش كتير طبعا، بتاكل فراخ، وبتاكل الفراخ مثلا لو مفيش مثلا فراخ عاملاها في يوم ممكن بجيب لها
الاجنحه دي مخصوص وبسلقها اكن بسلقها لينا احنا كده بالظبط، بس طبعا بهارات قليله خالص، يعني رشه ملح بسيطه خالص كده وسنه بسيطه من الفلفل الاسود علشان انا ما اقرفش وانا بعملها. وعادي بسويها لها كويس وبهرسها لها مع شويه خضار او اي حاجه بتاكلها. ده الاكل اللي هي بتاكله، يعني بحاول قدر الامكان ان هي تاكل معانا من اكل البيت علشان يكون في غذاء ليها. هي بقى مش قاعده معايا ليه؟ هي قاعده دلوقتي عند مامتي وهي اللي مش عايزه تيجي يا جماعه، والله مجرمه متمرده ومتشرده ومش عايزه تيجي البيت خلاص، وهي غضبانه عليا. وهقول لكم هي غضبانه عليا ليه. هي مش غضبانه عليا علشان هي مش حباني او كده، بالعكس هي بتحبني جدا ومتعلقه بيا جدا، بس هي عندها مشكله ان زي ما انا قلت لكم قبل كده، ان هي قاعده بين عندي وبين عند ماما. اولا هما هناك سايبين لها مطلق الحريه تعمل اللي هي عايزاه، تمام، انا عندي يعني ايه بعرف احكمها شويه وكده، يعني ماشيها على نظام في البيت شويه، فهي مش عاجبها النظام ده. تاني حاجه بتتضايق من احمد جوزي، لان هو اللي بياخدها بينزلها من عند ماما، وهو اللي بيجيبها من عند ماما، هو اللي بيوديها للدكتوره وهو اللي بيجيبها من عند الدكتوره، هو مثلا لو عايزه تتجوز هو اللي بيوديها. المشكله ان هو اللي بينزلها من البيت، تمام، فهي حطاه بالنسبه لها ان هو كده شبح، او هو كده بالنسبه لها عقده وحشه جدا، فهي ما بتحبش دلوقتي خلاص تقعد معاه خالص خلاص، يعني غير لو هو هنبات هناك عند ماما او يعني احنا قاعدين مقيمين شويه. انما هي اول ما بتشوفنا داخلين من باب الشقه بتروح رايحه مستخبيه تحت السرير، وده حقيقي مزعلني جدا، ومؤخرا بقى بيحصل، ما كانتش بتعمل كده ابدا، بس هي اولا هي متعلقه من بابا اكتر من اي حد فينا عشان هو برضو مدلعها وهو اللي عامل فيها كده، ثانيا بقى هي يعني مش عايزه تنزل من هناك، فانا برضو مش حابه ان انا اكبت حريتها. بص انا يعني مدلعه خالص اكني بتكلم عن واحده كبيره، مش حابه ان انا برضو اكبت حريتها. هي في الاول في الاخر روح، وانا بحب اخليها تعمل يعني تقعد في المكان اللي هي مرتاحه فيه اكتر. كمان هناك هي بتحب الشمس قوي 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 فوق ما تتخيلوا، انا ما عنديش شمس بتدخلي في الشقه خالص، فهم هناك ما شاء الله عندهم 3 بلكونات يعني وشباك كبير وكده، فالشمس يعني موجوده على طول، فعشان كده هي بتحب تقعد هناك برضو علشان الشمس، هي مدمنه شمس وبتدور على الشمس فين وتروح تقعد كده قدامها، فبرضو ده سبب من اللي مخليني يعني سايباها هناك، عشان طبعا الشمس فيها فايده كبيره جدا ليها. بس ده كده كل موضوع القطة وكل حاجة عن القطة. انا ما مشيتهاش ولا انا يعني بعتها ولا اديتها لحد ولا الكلام ده خالص اللي بيتقالي، والله وهي مش بتطلع معايا هو غصب عني عشان هي مش موجودة عندي. بس لو حابين تشوفوها يعني ان شاء الله هصورها لكم في يوم يكون يوم جمعة كده واحنا موجودين هناك، هصورها لكم ونعمل معاها كده اي فيديو صغير. بس كده نرجع بقى اللي كنا بنعمله. انا دلوقتي بعمل السلطه، وطبعا ما فيهاش اي بتاع ولا فيها اي حاجه، السلطه عاديه جدا سلطه بلدي، ما بحبش فيها الخضره، يعني ما بحبش احط لها شبت وبقدونس والكلام ده، انا بحبها كده اكتر. طلعت دلوقتي الصينيه من النار من على البوتاجاز، يعني دخلتها في الفرن خلاص، هي كانت استوت ووريتكم ان هي استوت واخدت لون حلو قوي، دخلتها بقى الفرن، وزي ما شفتوا كده فوق الفرن انا عملت زي جزء كده كوفي كورنر، ده متابعة اللي قالت لي الفكرة دي، صراحة دي مش فكرتي هي اللي قالت لي، يعني ايه حاولي توفري مساحة وحطي مكنة القهوة وحطي الكاتل فوق الفرن. طبعا انتوا شفتوا الشكل ده وانا بتكلم على القطة، فقولوا لي كده حلو، هو صراحة موفر مساحة، يعني المساحة اللي ورايا دي موفرها، فانا مبسوطة من حتة المساحة. الشكل بقى قولوا لي حلو كده اسيبه ولا ارجع الحاجة زي ما كانت، انهي احسن. كمان انا عملت تغيير في الستاند ده، حطيت كده العلب بتاعت التوابل كلها مع بعض، العلب البينك دي كانت على ستاند تاني لو فاكرين، فانا شلتهم من عليه وحطيتهم دلوقتي كده كلهم في الستاند اللي هو بتاع ايكيا ده. بس كده ده اللي انا عملته. دلوقتي بقى ببهر السلطه، بحط لها ملح وكزبره وبابريكا ورشه بسيطه خالص من الكمون وسنه من الزيت بسيطه برضو وخل وليمون، وكده بتبقى معايا زي الفل وجاهزه وتمام. بصوا بقى ناخد دلوقتي الاسماء اللي معايا في الفيديو علشان خلاص الفيديو قرب يخلص. واول اسم معايا ولاء من غزة، وتاني اسم معايا هبة رحيم من قنا، وتالت اسم معايا اميرة السيد، ورابع اسم معايا شيماء محمد. وطلبة من كل المتابعين عندي يدعوا لها بالشفاء، ربنا يشفيها يا رب ويعافيها. بس كده دي كانت الاسماء اللي معايا النهاردة. هتشوفوا بقى دلوقتي معايا كده في الاخر خالص بعد ما الاكل عندي بقى جاهز وخلص، انا هغرف دلوقتي برضو السلطة، انا هاكل لوحدي على فكرة، جوزي مش هياكل معايا لان هو هيتأخر برا،
وانا كنت هنزل فما حبيتش ان انا برضو يعني اكل من بره وانا عامله اكل في البيت، مش معقول يعني. فاتغديت كده برضو قبل ما انزل، هوريكم بقى كده دلوقتي. بصوا البطاطس ما شاء الله دايبه كده، والخضار كله دايب، وشايفين بقى لون الصينيه جميل ازاي. عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها، والله مش بشكر في نفسي عشان انا اللي عاملاها، بس فعلا جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. بهاراتها بسيطه خالص، وفي نفس الوقت طعمها حكايه كده. غرفت بقى كده الطبق بتاع الرز اللي هناك ده زي ما انتوا شايفينه كده، غرفته باللي هي القوالب بتاعه اللي هي التقديم بتاعه الرز، وحطيت كده عليه من على الوش كده حته طماطميه وخيارية صغننه يعني اكثر لون الرز، وحطيت بقى في الطبق ده كده الخضار، وحطيت عليه جناح كده من فوق، وده شكل الغدا عندي. شايفين ما شاء الله شكله حلو جدا وطعمه حلو قوي، وانا جعت وانا بسجل الفيديو اصلا. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسونيش باللايك، ولو لسه اول مره بتشوفيني ما تنسيش تنوريني بالاشتراك في القناه عشان يوصلك مني كل جديد وتشوفيني على طول. كده الفيديو بتاعي خلاص، اشوفكم في فيديو جديد، اشوفكم على خير، مع السلامه.